أيوة شيء بابي باب وتشميت الأحاديث هي دعائه دعاء الأحاديث كهند شود إن دعاء شيء بابي قال المؤلف رحمه الله وحدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف كي واي قال عبد الرحمن ما يقول حدثني أبي أو شيء زياد ينقذ أنها أن سلف سلف صار كانوا ما يبهاد أن غزاة تنكود دولة ويهادن في البحر بديك دولين زمن معاوية في زمن معاوية معاوية زمين شيء ميل الدولما بحاين فلما ما يدومي مركبنا مركب كان قاديد كان يدومي إلى مركب أبي أيوب الأنصاري أبو أيوب الأنصاري مركب شيء يدومي قاديد كسار نايم الدلتية يندوز دومي فلما حضر مركي عدو يعني غداونا فلما حضر مركي حضر غداونا قددان مركي حضرتي يا أرسلنا درنا إليه إلى أبي أيوب أبي أيوب أندرنا فاتا أبو أيوب ناؤنين إنكوي فقال أبو أيوب ما قول دعوتمو ويرتن إني أني ويرتن وأنا والهان أنا سائم صومنا إن ويرتن فلم يكن لي أن من سنان بدون دكتوك من سنان أن نجيب إني أن أجيبكم سنجيب ما يوالي لأني أنا سمعت ديك رسول الله يديك صلى الله عليه وسلم يقول رسول كهالك قولوا إنا للمسلم مسلم الله على أخي أخي المسلم مسلم على شيء كل شيء ستة أخي سالين لأرمود يكلي واجبة واجب يكلي واجب لأرمود واجب يكلي يا رسول الله إن ترك هو مسلم كدك به منها من الستة لتاسيسي هدك طبه شيء إن شيء كتاب فقد ترك كتابي حقا كتابي أتكاس واجبا واجب لأخيه ولا شيء واجب عليه على يعني على المسلم المسلم كل شيء واجب ولا كان مسلم حقك لا يكتبتي واجب آيه ما يبوا اللي تو ولا ما يبوا يسلم وسلام عليه على أخيه ولا شيء سلام إذا لقيه هو مسلم كدل كلهم وأخاه ولا شيء لكلهم ويجيب هو آيه مسلم كجيبه هو أخاه وجيبه إذا دعا المسلم مسلم إذا دعا الأخ وأخ الدين ويره مسلم كان غير ويجيب هو مسلم كجيبه هو أخاه ولا شيء أجيبه إذا دعا الأخ وأخ الدين ويره مسلم كان غير ويشمت هو تنوع مع الشاهد ويشمت هو مسلم كفراق ليه هو أخا ولا شيء فراق ليه إلى أبصل أخو أخدي أو هنجي سودب فراق ليه يرحمك الله يرحمه ويعود المسلم مسلم بوغده هو أخا ولا شيء موغده إذا أمر الله هو أخدي جردوب ويحضر يعني مسلم كي حاضر ويحضر هو مسلم كي حاضر هو أخاه ولا شيء سيدة إذا مات الأخ أخدي لمضوب وينصح هو مسلم كي نصحيه هو أخا ولا شيء نصحيه إذا استنصح الأخ أخ الدين نصيحة طلبه مسلم كي كنا نصيحة طلبه قال أبي أو كي ميكو قولي أو شيء ما يهي إفريقي أو شيء زياد بن أنهم كيو قال أبي أو كي ميري وكان معنا ونما أغان مي هذي رجل رجل يهدي رجل كاسو مزاح كفتن بدن يهدي يقول الرجل رجل كي ميكو قولي كي كفتن بدن أيوة مزاج كهي لرجل رجل كو رجل كاسو أصاب أصيبي ضعامنا رجل كا نصيبي يا ما ينعري، هاي رجل مزاحون يقولوا لي رجل ما ينعري أصحاب الدعامة ناراشين كان نيلامي، جزاك الله خيرا وبرا سانعريهم، جزاك الله ولك إنجاز يا خيرا ولك إنبا جاز يا وبرا سمفال ولك إنجاز يا سان ولك إنجاز دي، شاري هاي، فغضب ما يدري رفي عليه فغضب الرجل رجل كيساس لعراي لندو آية يبدي رفي. عليه على المزاحي كي كفتنك بدناي كل شيء كدر في حين وقتي حتى حين أكثر عليه كل شيء كبدي هو حين وقتي أكثر حتى لا نكو حين لي ما فغالبا در في فغالبا هو الرجل كدر في عليه على المزاحي أن در في حين وقتي أكثر هو مزاح كبدي عليه على الرجل كبدي جزاك الله خيرا وبرا كنا نجي وابدر في بلنكي فقال ميكو قولي فقال الرجل رجل كي ميري رجل كي مزاحا إلى أبي أيوب أن سمعنا رأي ما ترى ما ينعرقاس في رجل في شان رجل رجل شان الشيء إذا قلت أدي أن أرون له لرجل أن أروب جزاك الله خيرا أن أروب وبرا أن أروب غضبا رفاو وشتمني إي آي أيو يعني ساسة ما ينعرقاسه لنك سينعرقاس لغن إله إلى إن توقي جزاك الله خيرا وبرا أن أريسون إن رفاو أن إي آيو سينعرقاس أبي أيوب فقال أبو أيوب ميري إناو نكنا هاني نقول ميراني سدي أميل رأي إن من قفل قف كلم يصل أنصوب يعني هو من كالخير وخير أنصوب يعني أصلح ما يصوب يعني هو من كالشر وصوب يعني له نقول بخير من فضاء خير ولن كترى أن الشر والكترى سو صديقي جرني معنا إن من قفل قف كلم يصل أنصوب إنه من كالخير وخير أنصوب ذان أنصوب يعني أصلح الشر وشره من كصوب يو كذ ما يوالسه هو بس خير هذا شكدي بكو أقبل واي
دين شرائك ديو فقبل فقلب جلي جدي أنا وأنا رجل رجل كجدي ولا ذاتك أمان تكدو أنك دعائتي سيأكشى أنك دعائي هدن هو بصغير والكتر واي شرط والكتر تو فقلب جدي عليه على الرجل رجل كرشي قال كي كك جديو فقال زياد دون زياد ما رجله للرجل حين وقتك أتا هو زياد كن سيدي ورجل كن سيدي ما ينغري مرة ما أضوى جزاك الله شرا وعرا سيري مانا هو جزاك الله خيرا ما ينه والمتر واي خيرا تمدين دي ولا نجدي كلكم جزاك الله شرا شر لك إنجازي وعرا وعسرا لنغره وعرا وعرا وعرّاً يا وعرّاً أي شديداً أولئس ألك إن زيادي باي جزاك الله ألك إنجازي شرّاً ألك إنجازي وعرّاً ألك أي شديداً درناً ألك إنجازي ميك الله لشيغي وعسراً لانك وعسراً أولئس وعسراً 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 أولئس أي ثقلاً أولئس ألك إن زيادي سلري فاللحيقة وابقصر بلنكي وابصدلري هوري خير لشيغي ديدنا حتى وابصدلري سوء بقصري فاللحيقة قصري ورليا وان رالا نغديو وقال ما يقول ما ما تدعو ما ما تدعو ما هي مكو تباسو اهي ميكين تريو ما مي تدعو مزاحك كفتنك مي تري سريوا مي تري اوكلو ما تدعو مزاحك كفتنك مي تريو اهي ما تدعو مكو تباسو مزاحك كفتنك مكو تباسو كفتنك ميكين تريو كفتن لي وداسي اوكلو وقال الرجل كيميري ما تدعو انت مكو تباسو يعني مزاحك مزاحك كفتنك مكتباسو كفتن ميكين تريو مانا ساري لنكيو وقال قال الرجل رجل كمي اري جزا الله كي هو دي دادن دعاية دعا دل كدي دي هو بادل كن اري لكو قلع دي ارقي لنكي شيخي ان دعاية شيخو ايهنوني دي لنكي كرو ياري جزاك الله جزا الله الاجازي ابا ايوب الانساري خيرا الاجازي شيخ سويري مانا لنكو قلع دي ان دعاية دعوبان شرنك دعاية اقبالي وابهض الفيلين شيخي خير الانجازي شيخ سلي جزا الله والانجازي بايوب الانساري خير الانجازي اللعيف لكن حديث اللعيف قال المؤلف ما هو الافريقي قاسمي لي قال حديثي لعيف مدنيا عبد الله عبد الرحمن كوداو كما زياد كما عبد الرحمن كسال لعيف المفريقي له قال المؤلف رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال عبد الله ميكو قال قال ميكو قولي علي بن عبد الله المديني له شيخ البخاري حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني ابي او شيء جعفر نغده عن حكيم بن افلا عن ابن مسعود ان النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم اربع وفر للمسلمين مسلمين ينسون على المسلمين كسون هذا اربع وفر ولا يل المسلم لي على المسلم كلي يعود مسلم كبوغده ومسلم كاسكله بوغده اذا مر الى مسلم كدجر اي يعود يعني اربع وقال للمسلم اللي على المسلم كلي يعود مسلم كبوغده ومسلم كل اذا مر الى المسلم ويشد المسلم هو مسلم كي حاضر اذا مات المسلم الديون يغيره ويجيب اجيبه مسلم كو مسلم كلا اجيبه اذا دعا المسلم هو مسلم كدين ويرو ويشمت هو مسلم كفراغريه اخا ولا شيء فراغريه او ولا شيء مسلم كي اذا وقت كي فراغريه حديثا وسنج سودب حديثنا يعني حديثه محل شاهد باب تشميت الحديثه كجرمه حديث صحيح حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو الاحواس عن اشعث عن معاويه بن شبرته عن البراء بن عازب قال برميك قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رسول شيء من امره بسبع تضبلات ونهى هو رسولك ناونين وريب عن سبع تضبلات وريب امر رسولك ناونين امر بعياده المريض بعياده المريض كي جرنا بوغشري سنه امر وباتباع الجنائز الجنازه السقوط يشون امر وتشميت الحادثه كين دسودي فراغ ريوشي نامري وإبرار المقسمي كدار دين باريوشي نامري ونصر المظلومي لن لظلمين قرقاروشي نامري وإفشاي سلامي سلام تفافيوشي نامري أولم بلا رقوب للسلام والسلام عليكم لير وإجابة الدائي كدادن وير يجيبوشي نامري ونها هو رسولك ناوني نوريبي عن خواتيمي ذيبي ذي فراتي ألشي نوريبي وعن آنية الفضلة فضوالي ألشي نوريبي وعن المياثر كرساري ألي نوريبي مياثر تميب وكرسارة ما نب نور الكفصر أي غداء الدابة ولا ره دابة دبولشة غداء الدو دابة دابة دبولشة ولا ره ما يفر ما يأثر كجمي ما يكلل لره فراش للزوجي زوج كفراش بلا أنت سما يسون ما يأثر ولا ره ما يكلل لره سروج ولا شيء سروج فانوسيالة ما يأثر لره ويا رجرد ما يكلل فسره لك فسره أي أغذية سروج فانوسيال كدبولشة ولا كفسره أفرت أسقول أو كلا جرى لك فسره لج ما يأثرت غداء للدابة غداء للدابة كو فسركو فراش للزوج فسر لما
سروج فصل سداد عاديه سروج فانوسيال كدبول شو فصل افراد انت سو كلا لك شيغه لكن ور رغم لي ارغان جمع ميثره تين لا ياثر جميع كورسارو بلا انت ما يبو حرير انت سميان ونغيله يا قربيدو كورشو كبدو كورشو بلا ميغل كان ساري جرين هلغي هور كل حرير تل ديدا اي حرمته كورسار اه مال ديدي فني حرير نمداس وعن المياثري كورسار يا لي الرسول كرهبي كورسار حريره ود والقيس والقسيه يا نبغ ريبي ونهانا نو ريبي عن القسيه حرير يا نو ريبي والاستبرق حرير نو ريبي والديباج يا نو ريبي والحريري هان يون اسكدر افرتن هان يون ما ينغدايان انواع من الحرير لو قسيه يعني نسبه الى بل الى قس بلده من مصر يا لشيغه قصه ما يبوا حرير كشينايو مغالدو قس لرو كشينو نسبه قسيه يا نسبه كجرد نسبة إلى إلى القسي بلد واي من مصر بلد مصر كوميدو كلكم لو نوع حريرته هي قصة ليرا ينو ربي وعن الاستبرق حريرته نبلا ايتينو ربي قصة حريرته ادغ ليري وعن الديباج نوع من الحرير ليانو ربي وعن الحرير حريرته نفتي بنو ربي كل شيء حرير ليس هي عدات كن حديث كن صحيحه وعن اسماعيل بن جعفر ان انا لا بن عبد الرحمن النبي يا شيخ عبد الرحمن النبي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك ما يقول حق المسلم ان كان مسلم كاك شيء على المسلم مسلم كل شيء ليس ستن لي واحد قيل ما لي ما هي 600 يا رسول الله الى رسولك يسيو قال النبي ما يقول اذا لقيت تدل كنت مسلم قال لك كنت فسلم سلام عليه على المسلم واذا دعاه ومسلم كذا ديكين ويرو فاجب جيب مسلم جيب وإذا استنصحك أديك ونصح طلبون فانصحك نصح إلى تلي لو للمسلم إلى تلي ولدن تسعين شاك وإذا عدس المسلم الدين جسودون فعمد الله تعالى إلى مهديون فشمت ان دعاي ومسلم كاس ان دعاي يرحمك الله ده وإذا مر إلى المسلم ومسلم كتجر دون فيعني واكيه تعوده بوغداس بمعنى فعوده فعوده بوغي وإذا مر إلى تجر دون فعوده بوغي لأنكو تعود لما تعود أنت بوغداس مسلم كبوغداس بمعنى فعوده بوغي كنكنت وإذا ما هاي وإذا ما فاتبعهم يا وإذا ما تاكجرنا إذا ما تهدين مضانا فاتبع راه هو ميت كاسوي راه سوتي جنازي رسواي ما تواي تاضوكم وقميل حديث كان صحيح باب من أن باب سمع ديجا العباس ستان جسد ديجا يقول كوغولا والحمد لله كوغولا حدثنا عبد القبر وغنامين قال حدثنا شيبانو عن أبي إسحاق عن خيثمة عن علي رضي الله تعالى عنه خيثمة لن ثقه وان الشيخ واكي شيخ واي لن ثقه ما ينك سي خيثمة بن عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه قال على ميكو قولي من قال لنكي قولو عند عبسطين هندش أقديك قولو سمع ديگا يوها عبسط ديگا وأقديك قولو الحمد لله رب العالمين قول على كل حال ما كان لم يجد مهلا وجدا وجعل مرسي ولا وجع اذنين ابدا مهلاوها من قال لك كقولوا عند عدستين هنجساك ذات سميع ديغو ها عدست ديغو الحمد لله كقول اهي الحمد مهد الله اله الله الله صور رب العالمين عالمين تربشوا على كل حال هلك سيمات كلي ما كان ولها ضب ما هي على كل حال ما هي ما كان لم يجد مهلاو ما كاهي ساسوهي لما كان على كل حال يكغولو اديس سميع الحمد لله رب العالمين على كل حال هالك سي الى ما حدي ما كان حالك ولي هذا بصدق غولو لم يجد هو من كان سوى مهلا وجع الله ليرسي غوي حنون شي مهلا ولا اذن ولا وجع ولا وجع اذن دك حنون شنه مهلا ابدا مهلا وها لكن حديث كما نغدي ضعيف يا نغدي وا ان جسد هوب دك يرحمك الله لره كذلك الشيخ الحمد لله رب العالمين على كل ولا كذلك الشيخ حديث الله عيف نقدي كاس درا دي سوان يلن غبد هاي معنا قال المؤلف رحمه الله وحدث باب كيف سلب التشميت كيف تشميت من قف دعاء شيء هذه سمع دي على عبد ستا كيف تشميت من كيف تشميت من اي دعاء من قف دعاء دي سهاتي سمع هو من كدي على عبد ستا جي دي دعاء دي سهاتي سن دعاء قال المؤلف رحمه الله حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمه قال اخبرنا عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا حدث احدكم هاتك الدين جسود فليقول يا روي الحمد لله يا روي فاذا قال هاتك قول هاتك سوي الحمد لله كقول فليقول اخوه اخو العادس كان هدي سودي ولا شيء له للعادس هادس لا انت سنجر يو صاحبه
صاحب العدس كهند صاحب شنجر يرحمك الله لكن نارس ولا يقول هو عدس نفتيز نيروي يهديكم الله ويسلم بالكم يا رويت معروف عدس كم صاحب عدتنا عاصم قال عدتنا من نبي دي من أن سعيد المقبري عن أبي أبشي أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إلهي يحبه إلهي مجلي الوضاء سهنجسي الجري ويكره إلهي ميكاذي التثاوم همانسك هذا وإذا عدى سعادكم عدكين الدين جسوده وحمده ومنك الله تعالى ما كان حقا نقمي عدي على كل مسلم مسلم كاسو سميع ديقه وعلى عدس ديقه ما يحقا أي يقول المسلم مسلم كاسيني كقول يرحمك الله كقول لنك من جسوده يرحمك الله نهو فأما التثاوب همانس فإنما إنك المانه هو التثاوب من الشيطان الشيطان الشيكو هذه فإذا تثاب أحدكم هاتك قد ما صدف ليرد يرديه التثاوب تثاوب كسرد يما صدع وليؤذ ما يولي فإن أحدكم يسنكوك إذا تثاب هدي ما صد الله كما يقول سليمين من العادي الشيطان شيطان يكوك صلى حديث النصاحي وحدثنا حميد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن أبي جمرة قال أبو جمرة ما يقول سمعت من عباس يقول ابن عباس إذا شمت هدي لك فرح سيو إذا شمت هدي لك يندو آيو عافانا الله إذا شمت هدي الدعاء يسوى هدي الدعاء يسوى آهي عافانا الله وإياكم من النار يرحمكم الله قال ميري سمعت ليك من عباس يقول لك قوله إذا شمت هدي لك فرح قليو عافانا الله آهي يعني واكيه ألن آفي وإياكم إسن من النار ألن آفي هدي لك فرح قليو يرحمكم الله يعني ساهي ساسوا ميليا أبي جمرة قال سمعت ليك ابن عباس ليك يقول لك قوله موقف لي ورته عبد الله بن عباس ليك يقول لك قوله إذا شمت يعني واكي هدي إذا شمت هدي الفرح قرياس إذا شمت هدي الفرح قرياس ما يراسه عافانا الله أذيسكم بالله واس عافانا الله ألنا عافية وإياكم إسن من النار نار ألنا عافية سيراس يرحمكم الله ولا سيغنا رسائل اسلي حديث كان صحيح موقوف عبد الله بن عباس لكادر هاي صحيح موقوف هو قال المؤلف رحمه الله حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعلى قال اخبرنا ابو منين وهو ابو منين يزيد بن كيسان قال كان ابي حازم النبي هريره قال ابو هريره كنا هنا جلوسا عند رسول الله رسول قد سفني صلى الله عليه وسلم فحدث رجل كهن جسودي فهمده هو رجل الله تعالى إله ما هذه فقال رسول الله لولا العدس من غير يرحمك الله لكن نارس ثم عدس ما هن جسودي آخر كوكلين جسودي فلم يقول مرن له ليل فلم يقول النبي له ليل آخر من غير شيء من غير فقال النبي نعم يقول يا فقال الرجل كل والبلن أرنه جسودي ماري يا رسول الله يا ردت رديدي على الآخر كان كلام رديدي يرحمك الله أرتي ولم تقول أنت مرن لي أن شيء من غير يرحمك الله ميرن سدوا قال النبي ماري إنه إن فلان فلان حمد هو فلان مهدي الله تعالى مهدي وسكت أذينا مسلم أذين جسوا الارتش مواس ورتي لكن لك الحمد لله ري لك الحمد لله ري ولن دعاء يرحمك الله لهرو حديث كان صحيح كان كلمة غراوريت باون هذا باون إذا لم يحمد هو عادس كدي أن يو الله إلهي نين مهدي لم يشمت ملن دعاء حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان التيمي قال سمعت أنس يقول أنس حدث رجلان لو أدس رجلان لم رجلهن جسودين عند النبي كين جسودين صلى الله عليه وسلم فشمت النبي نبي فراغ لي أحدهما لم يدي كوشو فراغ لي ولم يشمت النبي نبي على آخر كان كلمة فراغ لي فقال النبي نبي فقال الرجل رجل كي آخر كاي فقال الآخر ليد ميليا شمت هذا كان فراغ لي ذيها ولم تشمت مفراغ لي نين يرمين دعاين سذيه قال النبي مر إن هذا رجل كان فراغ لي حمده هو هذا مهدي الله تعالى ولم تحمد أنت هذه المهدين هو الله تعالى من مهدين حديث كان صحيح حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا زاهر ربعي بن إبراهيم هو آخره ابن علي التواي هو أخوه ابن علي إسماعيل بن علي ولا شيء قال ما يكو قوله لنك للي آهي ربعي بن إبراهيم آهي إسماعيل بن إبراهيم ورطب لرأي ولا يهد إسلاق دا ولا شيء قال ما يكون قولي لنكن اللي او يا إبراهيم يا الله ربعي حدثنا عبد الله من إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال أبو هريرة جلس رجلان عند النبي فنادن أحد ما لم يكن أشرف شرف بدني من الآخر شرف كل يوم فحدث الشريف كي شرفت الله إياه جسودي منهما لم يدخل جلكم إذا جسودي فلم يحمد هو شريف كبن مهدين الله تعالى من مهدين ولم يشمد المم الله إن كل الحمد لله مير رمر شريف لسكوها إما المم الله كل كون سادرات الحمد لله مير ولم يشمد يعني فلم يحمد الله تعالى إلهي من معدن
ولم يشمت هو رسولك انه هي شريف كما شفرها قرينه وسن من دعينه يرحمك الامر وعد صلى اخرك كر شريف كن هاي انك كلها هاي ان يسودي فهمي ده واخرك كل علم الله الا اله الا الله ما هذه فشمت النبي ابو فراقله ولا اخره فقال شريفك شرفت الله ايمي ليا عدست ان يسودي ها اه عندك رسول الله وقتك ان يسودي فلم تشمدني مي فراقلين سدو وعد هذا الاخر كن كلا كن ان يسودي فشمت فراقله واخرك فراقله سدو فقال النبي انه ميك قول ان هذا كان او فراقلني يرحمك الله ناري ذكر هذا كان وصي الله تعالى إلهي وصي فذكرت أنني يعني وكي وصي الله تعالى وصي وأنت هذه نسيت الله إلهي المانتي فنسيتك أنك وطبي وشهد مانا أنك وطبي كهلمامي حديث كان عصام وايد الجديس باب كيف صديبا يبدأ العدس ولنك عدس كسام بالله ويو. حدثنا إسماعيل وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عبد الله كان عبد الله إذا عدس الدين جسده فقيل له لنغر يرحمك الله لنغر فقال ما رأي سيم بالله يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم سيرائم يرحم الله ولنا رسنا ولن نعرس وإياكم سيم ويغفر الله ولنا فلنا ولكم سيرائم حديث كان الصحيح حدثنا أبو نعيم قال حدثكم بالله وسيرحمنا الله وإراس وإياكم الكاس الدراس ويغفر لنا ولكم ساس حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن رضا نبي عبد الرحمن بن عن عبد الله قال عبد الله ميك قول إذا عدس أحدكم أحدكم أديجي سوء فليقول يا رب الحمد لله إلهي محمد رب العالمين وليقول يا روي من قف يرد رديه ويرحمك الله يا روي وليقول هو عادس نفسي يغفر الله لي ولكم لي المريس لي ولكم سيروي يغفر الله لنا فلي أن يدافع لكم يسنجلس يدافعوا حديث كان الصحيح حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا إكرامة قال حدثنا ياس بن سلمة النبي أو شيء سلمة قال سلمة ما يكون قولي عدس رجل عند النبي كي يسودي فقال النبي يرحمك الله يا ثم عدس هو رجل كي لا يهدن ينجسودي أخرى مرة أخرى ينجسودي سيلي كنغي فقال النبي مر هذا مزكوم كان هرقبا قبيري مانا كان كل كيلي هرقبي وهو ينجسود كنا نغايو حديث كنا صحيح خوب بدت مركاس يرحمك الله قف ملا رمان دعا يو ألك عافية لرجل انت باب من أن بابي قال كغور يرحمك كغور إذا كنت ديتا حمدت الله تعالى حدي بدي لا إنما هذه يرحمك الله كي نغرو يم بابي حديث لأننا حدثنا عريم قال حدثنا عمار عمار بن زادانا يعني مضطر واي لان كان كان عمار مضطر واي قال ما يقول حدثني مكحول الازدي فيه ما قال اسم مكحول الازدي قال ما يقول مكحول كنت انا هذه الى جنب ابن عمر عبد الله بن عمر اللي شير هوغي فعدس رجل من جسودي رجل كان صميم ناحيه المسجد مسايد جيسك وهذه ما جيسجر فقال ابن عمر بيري ها ما كل كون جسد لي ديغه يرحمك الله ما ديغه لان كجيسجر يقدا ابن عمر بيري يرحمك الله ان كنت حميد الله كي إلهي كنا رسول الحمد لله ذرتيه هو بغرنه دعاء دم هراسل يرحمك الله ولك كنا رس إن كنت أديت حمدت الله تعالى إلا أن يرحمك الله لك لا لك إلهي ما ذي ماينه هو بدي إلهي ما ذي ذلك كنا رزقي حديث أن الله إيفوا عبد الله بن عمر أساس له لا حديث كلام قفك جر مضرب كوه فيه مقال كوه صدر أدي عبد الله إيف باب لا يقول أي أرني هاي أب أي أرني لفظ أب لفظ أب 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 لفظ أب بلدي ذاي لا يقول ايرني ابا ايرني قال المؤلف رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا مخلد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابن ابي نجي عن مجاهد انه ان مجاهد سمع دغيه يا هي انه ان ابن ابي نجي هي سمع دغيه مجاهد دي يقول مجاهد قال قال سمع ابن نقول عبد الله بن عمر سمع دي يجي سودي اما ابو بكر اني اي واما عمر اني اي عبد الله بن عمر اولاديس ابو بكر اني اي اني عمر اي كوشه يسودي فقال ابن عمر بيري ها فقال احده فقال احده ما لما ما هينه اما ابو بكر ني واما عمر واهي فقال احده ما كوش مري اب يري يسدي اب يا كري فقال ابن عمر بيري وما اب اب ميلك جيدو ان اب اب اسم شيطان شيطان ما غاشيو شيطان كسو من الشياطين كوميده جعل ويري ها ها يعني واكي يا مي ويري بين العدسة والحمد يا ولو آهي جعل هو الشيطان جعل آهي جعل الله إلهي ولي ها الشياطين بين العدسة والحمد يا ولو وأما آب وما آب آب ملك جيد وما آب ملك جيد إن آب آب اسم الشيطان شيطان مغاي شيو من الشياطين كم إذا جعل إلهي ولي ها الشياطين تيذي بين العدسة والحمد يو إن جسدي الحمد لله هذه أوله كل أب تسمي لا درا سول ديدين ويرتو لي لفظ الأس أب تبل ديدو حديث كنا صاعي باب هذا كم باب جاء إذا عدس رجل الدين جسود مرارا ما حكمه لكن أور جاء الدين جسود وين شمين أقدر يقول أم دعاء لا ولا بديلا
حدثنا ابو الوليد قال حدثنا اكرمة بن عمار قال حدثنا ابي اياس بن سلمة قال اياس من كقول حدثنا ابي او شيء سلام اياس من قال سلام من قال او شيء قال سلام كنت انا هذه عند النبي وقت سهدي فحدث ما هنج سودي رجل فقال النبي ما يرحمك الله ثم حدث هنج سودي اخرى مرة اخرى رجل كلا يدن مرة ما هنج سودي فقال النبي ما هذا رجلكم هنج سود بدياي مسكوم كان كيل هرغبيو هرغب قبر كان مسكوم كيل جريسي هرغب قبو حدثنا صاحب حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن المقبري عن ابي هريرة قال ابو هريرة ميكو قولي شاهي شمت فرهقلي هو عادسك فرهقلي واحدة هل توك فرهقلي وثنتين فرهقلي وثلاثة فرهقلي فما كان ولهذا بعد هذا ثلاثة دي بعد شفره بسوله هنجسو ليلي فهو رجل كسوك زكام زكام كي هرقب قبوكاس مال فرهقلي مال اندو آيه سيار اللي ابي هريرة حدثنا صحيح قال المؤلف باب هذا اذا عدس اليهوديين اذا عدس اليهودي كو يهود نسبه الدين جسودو سلوى لولنكاس يرحمك الله على رحم حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان وناكيم بن ديلام عن ابي برده عن ابي موسى الاشعري قال ابو موسى كان اليهود يهود ما هذين يتعدسون اسم يسيس كويديا يتكلفون بالعداس تفاعل لري ولا سكلفوا كان اليهود يهود ما هذين يتعدسون هندشيس كوشيشانين عند النبي وقت سنجيسوس كوشيشانين سانكوا الجليان دكدوا الجليان يسوس كشانه ما يوالي رجاء يقول هو نبغيني كقول رجاء وش اللهم لليهود غيره يرحمكم الله غيره لكن يسوع رسول يرحمك الله غيره يوم يسوع ويديان يرحمكم الله رسولك سنجرو سندوا يولين رسولك نلعن وياه كدعاء وها والكاس قارع بفكان النبي ما يهدي يقول كيراو مير يرحمك الله يكسو غاين هو بنجسوا دع ما يري يهديكم الله ويسلم بالكم يري يا ما بنون سنين ورتا لا سنجلوني سال لي رحمة الله إلى غالا ملهم توجايو horta hanuuga galab yahdiikum allah wala sanhanu ni gal hoblan duayo maylan ku duaye ilaahu hanuuni laylan ku duayo yahdiikum allah ilaahi sanhanu ni wayusliha la gaajibalakum halkin hadithana sahih hadathana abu hafs bin ali qala hadathani hadathana yahya qala hadathana sufyan qala sufyan mari hadathani hakim bin daylam qala hakim mari hadathani abu burdata anabihi aw shabi burdata rawa huwa abu ja'far ulke qobdanay wiriyay mithla mithla hadithi muhammad bin yusuf ulke usuna sahih lay باب تشميت الرجل رجل فراغري شل مرة تبلامي فراغري او اندو آيو مانا حدثنا فروتم نبي المغرال كندي واحمد بن اشكاب الحضرمي من الساهي السفار يعني مارغت قطي ولا سنسبه قالا ميرين لمداس احمد يون يو فروة يهاي سنة ميرين حدثنا القاسم بن مالك المزني عن عاصم بن كليب عن ابي البردة قال ابو برد ميكو قولي دخلتو اقلي دخلت على ابي موسى ينقلي وهو ابو موسى في بيت ام الفضل بن العباس كسوني وهو ابو موسى في بيت ام الفضل بن العباس كسوني بلا ميتو يديرو فعدست هنج سودي لي ابي بردي ادله او شيء او يدكل روغ سيدي هنج سودي فعدست هنج سودي فلم يشمت هو ابي او كيما فراغرين ني انمي فراغرين فلم يشمت ني انمي فراغرين او كي وعدست هنج سودي وعدست نبي الأميت هنجسوتي فشمت أبي فراغريا بالأميت فراغريو فأخبرت خبري أمي آذين شاقيو فلما أتى يعني أبي أوكي أبو موسى مركين سيديها أمي آذين سيديها وقعد ديدي به بي أبي موسى كديديو أريك يعني واكي بالك هنجسوتي الحمد لله مراسو بالأميت ونبا لك هنجسوتي الحمد لله يرحمك الله يراس مهو سيرتمانا كل ولي ميل رجعي ميل ملعي بالأميت تاسيني بحجر حيتي تن يعني أوشي كلكم aa inaadeen faraagiri aniin mi faraagirinu meel ku dhir faayta aad reesaaso ay faaqbar yani faaqbar tun khabri ummi aadeen khabri falama ata abi aw kay markii seedeha ummiin seediba waqaad ummi aaday dhiday bibi abi muusa ka dhidi sheekhi ba qobsati waqaalad meertay adisa ibni onoge hinjisoodi falam tushmit anta ma faraagirinu ibni wa adasat hiya bilamayta sanjisooti fashamatta faraagiri asa bilamayta faraagiri asa فقال ابو موسى لها للمراه تمنغري اني انا سمعت ديك دليل الكوي النبي ديك يقول نبغى الكو صلى الله عليه وسلم اذا عدس احدكم هاتك نتيجه سود فهمته احدك الله تعالى الى ما دي فشمت فراغريا هو احدك فراغريا واذا لم يحمد العدس كان يجسد الدين ما حدين الله تعالى الى ما دين فلا تشمت فراغري ده هو عدس كسر رسول ديك وان ابنك نغانا عدس ينجسودي فلم يحمد من محدين الله تعالى فلم يشمت أنين مفراقين هو ابنك وعدست هي بلا ميت جسوتي فحمدت فحمدت الله تعالى إلهي ما هذه فشمت أنين فراق لها بلا ميت أنا كلكم أنك إبلا ومشال سارة الحمد لله سيفير صداي هريك وصوب الحمد لله بلا ميت الحمد لله ارتيو
بس دو بور إن شاكي دليل إن شاك بالعمل فعليان فقالت ميرتي حسن تفايلت مركز أصيبتي ورويتي ارتمانا أي وافقتي مركز حديثنا الصحيحة باب التثاؤبها باب التثاؤبها مانسيا بابه حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن الألاء بن عبد الرحمن عن أبيه أبشي عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاؤب أحدكم أحدكم أدية مانسوه فليكذم فليمنع هريبوي ما استطاع وليأود أفشي هريبوي أفكي في إذن إلى إيسيناء وهي وانقر إيسيناء أفكي هريبوي ما استطاع وليأود حديثنا الصحيح باب من ينبابي يقول كقولوا لبيك كقولوا عند الجواب جواب أبدي لبيك يعني مركز جواب لبيك دادروا قال المؤلف رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل هاي يعني قال ما هي حدثنا همام أن قتدت عن أنس عن معاذ عن معاذ قال معاذ ما يقول أنا رديف النبي نبغ ريسار شيء دابد الرسول كسار ريسار ناي صلى الله عليه وسلم فقال النبي نو مر يا معاذ معاذ قلت ما يقول لبيك كجيب وصادك ثم قال النبي ما يقول مثل ومثل ذلك القول ثلاثا كقول وهل تدري كساسة آه يا معاذ لبيك لليس لبيك وصادك سجوابه مركز فقال ثم قال النبي مري ما ثم قال النبي ما يقول مثل ومثل القول يقول ثلاثا يا معاذ سيد التوكرين مركز دم مري هل تدري معاذ وكساسة ما حق الله إله حق الله على العبادة دومين شكله وكساسة هم يبوا أي عبدو إني عبدان والله تعالى عبدان ولا يشركون بذا جنبي بالله إلا شيء لبذا جنو ثم صار النبي نبو صادي ساعة زمن صادي فقال النبي مري يا معاذ ومعاذ وقلت ما يقول لبيك كجي وصادك قال النبي نو ما يقول هل تدري كساس ما أقول عبادي الدومن كقلين على الله عز وجل كلين كساس إذا فعلوا دي فلان ذلك المذكور فلان توحيد كسميهم هاي ما يبا إلهي كلين هو بيو أنتاز فلان الله يعذبه هو إلهي عذابنهم العباد الدومي شيء عذابنهم لن كذي مربار التوحيد إلهي عذابنهم أي عبدوه عباد الكهلي شرك والكوائما بس إخلاص إلهي عبد ما إلهي عذابه الله يعذب الله إلهي عذابنهم العباد حديثنا الصحيح باب قيام الرجل رجل قموش لأخيه ولا شيء انسلوا من بابه ولا شيء قيموا يا انسلوا منه فلي هو بفلي انسلوا منه حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال وكان هو عبد الله بن كعب كما هذا قائد كعب بن كعب كي قروا ذا وهذه من بنيه من بين بنيه بني كعب كعب ولا ديس دتيو لك قال هان قروا ذا ومركين لولا نقدي كعب ما هي عبد الله بن كعب كاسين لولا أو شيء وذاي ولا ديس دتيو سي وذاي حين أطيع أمي هو كعب بن دولوي إذا لم يكن آخر الزمن ومرشي دائرة ذهن دولوي كعب كي كعب بن مالك معروف كايو قال ما يكو قولي عبد الله يقوله قال عبد الله ينقي ميلي سمعت ليك كعب بن مالك سمعت أبي لك لك انت كعب بن مالك أقول ليك يحدث الشيكو يحدث حديث كعب كعب حديث الشيكو حين أطيع تخلف تخلف هو كعب كذا المرأي عن رسول الله كذا المرأي صلى الله عليه وسلم حديث كشي دائرة عن غزوة تبوك تبوك الدلمات كذا المرأي فتولى إلهي توبة أقبل عليه على كعب وأذن وأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول شيء أوجاهي بتوبة الله إلى توبة ديس علينا أن كركان توبة أقبل يوجاهي حين وقت يوجاهي دكتور إن شاءي صلى النبي نبوت كده صلاة الفجر تكدي فتلقى ما يقول من أني أنا ناس دكتور يقول من فوجا فوجا هل إن جماعة جماعة يهنيون فرح غليا يعني فرح بوق سيايا يبوق سيايا يعني فرح غليا بتوبة بيجابور التوبة التوبة أنا أقبله شيء فرح غليا يقولون ما رأينا لتهنيكا لتهنيك توبة الله لتهنيك كفر عقريدوي توبة الله إلهي توبة ديس عليك كورك كفر عقريدوي سنة رايو لتهنيك كفر عقريدوي توبة الله إلهي توبة ديس عليك كورك كفر عقريدوي سنة رايو ولا لمبو هركو إساس لي يرهو حتى دخلت إلى أن قالوا المسجد قال فإذا برسول الله أي كذي صلى الله عليه وسلم حول أولا رسول رسول دنيا شينا الناس إيهن فقام النبي نبوكم إلى طلحة بن عبيد الله ينقم يهرول حال نبو يعني فضا فقام ميقم إلي أن انتكي وكعب هذا الله إلي أن انتكي ما ينقم إلا كلمة ينقم نه طلحة بن عبد الله ينقم يهو طلحة بن عبيد الله يهرول حال دق دقو حتى صافعني إلى قلنته قليو وهناني صافعني أو غور غور صدو وهناني أو فرح سيو أو فرح سي والله يكدار ذي ما قام مقوم إلى أن انتكر رجل مقوم رجلك من المهاجرين أي مقوم غير غير ضلها ضلها مهينه لا أنسان مهل ما مو الفعل تفعل كسوسين قومي مهل ما مو لضلها ضلها مهل ما مو حديثنا الصحيح مركز مهل ما مو ضلها أرنتيا ذي لي تاسو كلكم أدقوا مو كاسو لن أهل خير لن قوموا جليل شيء رسولك من الرغ حدي أرنتهم الله هم هذا لا يتي ما ينقوم تفدو لن أقول سلما سيسارف هذه كلكم إني بناوتهم أنا لن قوموا كورن كأهل خير لن سلما كورن حديثنا الصحيح حدثنا محمد بن عرارة تلنكن وسوني يوسف فضو مركز لين لسسر مفضون ما إيه لكن هو بلاك يسر مون والمري باس
حدثنا محمد بن عرارة قال محمد بن كقول حدثنا شعبة عن سعد سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أي عن أبي سعيد الخدري أن الناس الذين نزلوا دقن على حكم سعد بن معاذ سعد بن معاذ هو شيخ دقن فارسل النبي نبغد دريهم هاي إليه إلى سعد بن أندريو دقن يهودين أهورال بن قريد الأراو نزلوا دقن أن الناس من ينال يهودي كمدا له نزلوا دقن على حكم سعد بن معاذ كدقن يهودي بن قريد الأراو سعد بن حكم يرن فارسل النبي نبغد دري سعد بن مرهو قنم ديني جري دعوة سناهي غزوة الأحزاب كدعوة مي فارسل النبي نبغ دري إلى سعد سعد الددن دري فجاء سعد دونه كوي راكبا نال الله مار اندمير سارين فلما بلغ سعد دون مركيها ديري قريبا ميلن لو من المسجد مولاك رسولك ميلن لو كوي من المسجد مركب اللي رسول ميلبوس سيادة جماعة يدن وذد ميلو مولاك سبع سلاي ميلا جماعة كتوك داين تاسل لجيد أدمائن مسايد ميل مكيان فلما بلغ مركي ديري سعد قريبا ميلن لو من المسجد ميل رسولك روغي مسايد كي آيتي مولاك اندو هذه يقال النبي مري أوتو يعني خيركم هي قال النبي نعميك قولي أوتو لي ما أوتو سيدا خيركم كيدين خيرك كيدين خير بدن سيدا أو سيدتكم سيدكم سيدا قماو مانا فقال النبي نعميك قولي يا سعد سعد إن هؤلاء كون يهودي نزلوا دقين على حكمك حكمك دقين فقال سعد سعد ميك قولي أحكم حكمي فيهم في هؤلاء كون يهودي هذه ما حكمي أن تقتل إن لدلو مقاتلتهم كوة دقال ما هو مغلقة والبرجال يو مغلقة لدل وتصبع لقفالو ذرية مولاديو بلانتيون لقفالو تاساو بيهري كوية رسولك يدان كفراء ساسا فضائي رسولك فقال النبي نومي قول حكمت حكمي ذي بحكم الله إلهي هو انشي حكمي ذيهري وقال النبي نومي قول حكمت حكمي ذي بحكم الملك بغرك هو انشي إلهي هو انشي حكمي ذيه وقال رالك ليه حكمي ذي مركز صلى الله عليه وسلم قال ابن أبي طالب سيانو غورتلي ولن روايا نيبا غلنتي نوك دي تيرايو على بن أبي طالب إيدت كلالي جرين رمائن لحبوغ القف أو يهودي مالنطو لأي ميل يعني لك غوري لك ديري يولون سي سيف لي ولين ودي غالي روايا روايا نيبا غلنتي نوك دير حديث كنا صحيح واي سليم هاني إيدت كلالي جرين ولن قدمي داي دلالي ريمانا والبدي غالي هان إيه لحبوغ القف أما تضبوغ اليهودي يميل لك رمائن يهودي هاد هان روغان ولاغا سوغين أرتا سوغين مسلمين تسين باب بها غرغان فرصدو بلان حدثنا سعيد يادد كوار سلام محمد بن دمايه وبيال كن دمايه لين حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا احمد بن سلمة عن عميد بن انس انس بن مالك قال انس ما يقول ما كان شخص شخص احب لجلن بدني الي من الصحابه ساعت يعني لجلن بدني رؤيه من رؤيه من النبي لجلن بدني ما هين الصحابه لن ارغان ما يدن جلن رسولك ني ارغان صلى الله عليه وسلم هو ارغان با يدن جلن ما كان شخص شخص مهان أحب لجلن بدني إليه من الصحابة رؤية من رؤية أرتينية من النبي لجلن بدني صلى الله عليه وسلم جرنو وكانوا ما هذين الصحابة إذا رؤوا هذين أرغان والنبي أرغان وانا لم يقوموا من قمان إليه إلى النبي من قمانه أن أرغان رسولك أن جلن هذين رسولك دلالون فلسون تكو كان من قمانه ما يوالي لما قدر أدادي أن يقومان هفتقوا قموا أهان إني لنك لوينا إلا قموا فايلت لكن أدين لكن كهانو ففد والكروني هدواك لما قدر أدادي أن يقوموا أهان لم يعلمك يعلمون يوغاين من كراهيتي كراهيه النبي نبك هذا شيء لذلك القيام انس قموك رسولك كهذا اوغي درادي ان كتباين يون ان قمانو حديث كن صحيح حدثنا محمد بن الحكم قال اخبرنا النضر قال حدثنا اسرائيل قال اسرائيل ما يقول اخبرنا ميسرة بن حبيب قال ميسرة ما يقول اخبرني المنهال بن عمرو قال منهال ما يقول حدثني عائشه بنت ضلعه أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت عائشة ما يقول ما رأيت أحدا هذا مرن أعدك أصوم من الناس سيدتكم إذا كان هو أعدك هذا إشباك يشبه بدن بالنبي نبي يشبه بدن صلى الله عليه وسلم كلاما من كلام يشبه بدن ولا حديثا من حديث يشبه بدن ولا جلسة من جلسة فرقة يشبه بدن من فاطمة يشبه بدن ما رأي نيرتي مانا لن لي رسولك يشبه هايو حضرك يشبه هايو شاكتك يشبه هايو فرقة يشبه فاطمة وكلمة ما رأي نيرتي قال عائشة ما يقول أي وكان النبي نومي هذا صلى الله عليه وسلم إذا رأى النبي نبغى هذه رجع فاطمة رجع قد أقبلت هذا تتيح قابل أرجع ريتيس إذا نجلي قابل أرجع راح بن النبي نبغى مرحبا بها بفاطمة مرحبا غير يا فاطمة ثم قام النبي نبغى أنقما إليها ولنقما تواكي نبي بقى قما ريتيس أنقما ثم قام النبي نبغى قما إليها إلى فاطمة أنقما هو بدرت فقبل النبي نقضاها فدم نقضاها ثم أخذ النبي نبوك بذلك بيدي يدي فاطمة فاطمة قالت يقول بذلك فجاء النبي لكوية بها بفاطمة حتى يجلس النبي نبوك فريسيه فاطمة في مكانه مكان النبي نبوك فريسيه مهر يوسف فريسيه فهم الكلمة وقال هذا فريسيه
وكانت هي فاطمه ما ياتي اذا اتى الدين سيدها فاطمه النبي سيد يعني رحبت مرحبا يا سي او شان سيد مرحبا يا سي بي بالنبي ثم قامت قماسي ليلى النبي قماسي فقبلت دونغداسي النبي دونغداسي انها ان فاطمه سعادتي دغن شهاده جرتي جي كون سيتي واتو وإن فاطمة دخلت قال على النبي قال صلى الله عليه وسلم في مرض مرض النبي نبي جلد سان قال هذه مرض كاسو وبلا النبي نبو لقب لودي في المرض لقب لودي فرحب النبي نبو مرحبا وقبل النبي نبو دونغدي ها فاطمة دي دونغدي ها هي وأسر النبي نبو سلاي سيدي لها إلى فاطمة ولا إن شاكي دكدان كشوكي فاطمة عائشة سمير روغا مديجين يلا إن شاكي فسكت فبكت ويتي فاطمة ثم أسر النبي نبو سلاي سيدي لها إلى فاطمة فلايكت لدن قصلي فقلت أنا ما يقول لي النساء بلا أنت ما يعري إن هشان يكنت أنا ما بهذه الآراء إني أنا رجوي هذه أن لهذه المرأة بلا ميت تنع فضلا فلي إن الله تعالى النساء بلا أنت فلو كل تنع رجي فادم الجد جبرت تنع إني فضلا نونت بلا أنت كل فلو كل تنع رجي فإذا هي بلا مي هذه فادم هذه وابن النساء بكم إذا تين بينما يعني فلو رانع رجاي إني فلو جونة بلا أنت كل ت هو بالبن الشيخ اسكو هي تيوان بلان لي بوس كنو قلب بو فاذا هي فاطمه دي وابن النساء بكم اذا تا بينما وقت هي فاطمه تبكي يسوع اذا وقت يعني اذا استمر هي حدنا طلحك بو حتى لا يسدن حتى بو صلاح تو سي بلان تي امبا دغ شيو اني نو دام بلان تام فضل كل تاي سرغاي بينما وقت يعني هي فاطمه تبكي يس اذا استمر هي فاطمه حدنا طلحك ويا له حدن صلاحو فسألت سؤالي فاطمة ما يبغى لنا كل علم لي علمك درس الله فداي يا عالم ويا عائشة كل علمك درس الله فداس فسألت سؤالي ها عائشة سؤالي ها فاطمة سؤالي ما ماي قال النبي لك يا ذكين عليهم قالت فاطمة تمرت إني أنا إذا مركز تدي ولي رسولك أنا ركين شعوب لبديرة تنبأ تماي لبديرة تنعهو أي لفاشية السر سرت تفاف يا سها منتشرة السر وأنا ولي رسولك إن شاء كين شعوب وابط سربن دوغن سربن دورنه باهمايو قالت مرته اذا مركز اني ان اذا مركز لبذيرتم ياهو اي لفاشيه تسر سرتتي فافيا صباح ماي اهي فلما قبل النبي نو مركي لو قبلود انت نو نولاي الا غنبا كدال شيء اللي بيرود كدمويتي فلما قبل النبي نو مركي لو قبلود قالت فاطمه مرته قالت عائشه تد قالت عائشه عائشه ميكو غولاي اسر النبي ما يا فاطمه لي قالت فاطمه تمرت اسر النبي سريس الى انسريس فقال النبي نو مركي انسريس لاي ما يري اني انا ميت اهو مرو دمد سيري فبكيت نوي ثم اسر النبي نو الى انسريس فقال النبي مر انك اذين فاطمه اريتت اول اهلي هلك تنهريت بي انا قبل دل هو قام من هو هلك لو انا هو دمد هلك لنك هلا لو ادو نغتي وان دي بلو دك دمبويت فسررت والفرح لي بذلك القول لي فرح لي واعجب القول قول كسي اجايب لي اني اني اجايب لي لتفاضمه هذا كان سيدنا فرحي هذا حديثنا صحيح والله اعلم بالصواب.